أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقال إن عسى إذا جاءت في القرآن من الله فهي واجبة إلا في قوله تعالى في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق زوجاته رضي الله عنهن. هذه عسى مقيدة بإن طلقكن، وما طلقها ما صار شيء. نعم هذه مقيدة. نعم.